اطلع برا. بيكلمني انا؟ خرج وطلع، طلعوا برا. ليش اطلع برا؟ لكن زمان اطلع برا. انت رئيس جمهوري وانا رئيس فصل، يعني زملاء ما فيش فرق، ليش اطلع برا؟ او عشان رئيس لازم اكون برا واجلس خارج؟ لا، انا جالس مكاني، ما فيش لا خارج ولا برا. اخرج وبعدين يمسك التوب هذا رئيس فصل بدلي. لا، مش الرئاسه لازم من خارج، انا بجلس مكاني ولا بتحرك. انا اعرف واحد العام الماضي مقدم برامج، عمل حلقه عن الرئيس هادي، وعينك ما تشوف الا النور. اللي طالب بمحاكمته والتحرك والوزراء اعلنوا حاله الطوارئ. ايش السبب؟ قالوا والله تكلم على الذات الرئاسيه، لا يجوز له ان يتحدث عن الرئيس هادي، ولهذا احنا بنتعظ بغيرنا. وما دام الامور هذا حساسه ولا يمكن واحد يتكلم على الرئيس، احنا قررنا ما نعملش حلقه. ممتاز جدا. بس بنعمل ثلاث.